السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ركن المرأة. أنا اليوم جبت لكم واحد الطريقة سهلة باش توجدوا الخميرة البلدية اللي غتبقاو تعجنوا بها البطبوط أو المخمار ديالكم مع الصباح. الطريقة هي غادي نحتاج زلافة ديال الطحين ديال الشعير، ماشي البلبولة، طحين وزلافة ديال اللبن حامض، ما يكونش فيه الزبدة، يكون مصفي ويكون حامض، او زلافة ديال هنا ممكن تبدلوا الشعير بالقمح كومبلي. هنا انا استخدمت الشعير. غادي ناخذ هذيك الزلافة ديال الشعير وغادي نخلطوها بزلافة ديال اللبن، يكون حامض كيف قلت. المهم هذاك اللبن راه في الاول كيكون غالب على الشعير، ولكن من بعد غادي يشربوا، يعني في الاول غادي يكون غالب كتحسوا الخليط جاري، ولكن في الاخر راه غادي يشرب وغادي يتماسك. كنخلو هاد الخليط كنخلطوه مزيان وكنحطوه في واحد البواطه تكون صالحه للاستخدام، يعني بواطه تاع التخزين. غادي نخلوه لمده 3 ايام، ما غاديش ندخلوه الثلاجة باش يتخمر، لانها ما فيش الخميره الفوريه، في غير الخميره اللي كتنتج عن الشعير وعلى الشعير عفوا وعلى اللبن حامض. انا كاينين هنايا الطوموبيلات كيديروا لي ديرونجمون، مكيخلونيش نركز، سمحوا لي. كيف قلت لكم غادي تخلوه لمده 3 ايام، وانا هنا عندي واحد الخليط كنت وجدته قبل بنفس الطريقه، غير هنا هذيك الساعه ما كانش متوفر عندي الشعير، كنت دايراه بالقمح كومبلي، حتى هو نفس الطريقه، زلافه ديال اللبن مع زلافه ديال القمح كومبلي. خليتهم مده 3 ايام تتخمروا وجبتهم، دابا غادي نعجن بهم معاكم. كيف كتشوفوا انا راه خامر عندي هنا هذا الخليط. غادي ديروا القياس اللي غادي تعجنوا به المخمار ديالكم، مثلا كتعجنوا ربعات المخمارات غديروا القياس وغتخليوه تنقصوا شويه باش تضيفوا في بلاصتو هاد الزلافه اللي نتوما موجدين، يعني غادي تنقصوا شويه من الدقيق ديالكم وتزيدوا لي هذا. انا هنا غادي نعجن بالعجانه، وانتم راكم غادي تختاروا كل وحده باش غادي تعجن، يعني اللي بغات دير الطريقه كامله بلديه راه غتعجن العجينه اللي كيف موالفين كنعجنوا، ولا غادي ديروا العجانه. انا هنا حيت كضرني ايدي غادي ندير العجانه. كيف قلت لكم اول مره كنستعملوا الخليط كامل كنعجنوا به، اللي كنعجنوا العجينه ديالنا هذيك الساعه من بعد كنحيدوا جهد واحد القريصه، يعني جهد واحد الخبيزه صغيره، وكنديروها في الطاسه، كنرجعوها للطاسه وكنخليوها تبقى تاني تخمر، ما نديروهاش في الثلاجه. والغد ليه تاني نفس الطريقه، كنجبدوا دوك الخبيزه نعاودوا نزيدوا عليها الطحين ونعاودوا نعجنوها، وفي الاخر كنحيدوا تاني. دائما في نهايه العجينه كنحيدوا واحد الخبيزه. انا هنايا غادي ندير هاد الطريقه كيف قلت لكم، غادي درتهم في العجانه، وغادي نضيف الملحه ديالي وغادي نضيف الماء. انا هنا غادي ندير الماء دافي، حاولوا ما ديروش المسخون لان المسخون راه كيخسر الشعير، يعني ملي غادي تعجنوا غادي يجيكم الخبزه ملصقه من الداخل، ما غاديش يجيو في هذوك الفقاعات، يعني الشعير الا ضاف ليه المسخون راه كيجي بحال الزميطه. هنا خصو تعجنوا بالماء دافي، عموما العجينه راه كاين بحال القمح وبحال الشعير الا درتي ليه المسخون بزاف راه كيخسروا، كتجي العجينه ديالهم ملاصقه. وانا راه كنحاول كنرخى في العجينه ديالي، ما كنديرهاش قاصحه، يعني واخا عفوا واخا كتعذبني ملي كنكون نقرص فيها كتلصق ليا، ولكن انا كنتعمد انني نخليها جاريه باش مني كيطيب المخمر راه كيطلع زوين، عكس العجينه اللي كتكون ثقيله راه ما كتجيش صراحه في المخمر في البطبوط، ما كتبغيش البطبوط. انا هنا الخليط هذا غنحيدو على جنب وغادي نخليه تنخدم به مره اخرى. وغادي نخلوها كتعجن كل وحده والسرعه ديال العجانه ديالها. انا هنا ما هاد الماركه ديالي ما كنديرش فيها السرعه بزاف على قبل، يعني هي ماركه عاديه ماشي ماركه نوع نيت الجيد.
ودابا هي العجانه ديالي سالات، غادي نطلع الخليط العجينه ديالي وغادي نرش بالطحين، غادي نرش بالطحين وغادي نحط فيه العجينه وغادي نقطعها الخبيزات. انا هنا ما غاديش نقص الخبيزه اللي قلت لكم، حيت انا يعني ديجا هاني صاوبت معاكم هذيك الطريقه، يعني غتولي عندي خميره اخرى، ما غاديش نحيد الخبيزه هذه المره. حتى المره الجايه انا غنقرص الخليط كامل، ولكن نتوما مثلا قطعتوا العجينه على 4 ولا على 5، خرجت لكم 5 المخيميرات، ديك المخمره الخامسه غادي تعاودوا تجمعوها قبل ما ديروا لها الطحين، غادي تعاودوا تجمعوها وغادي ديروها في الطاسه، هي اللي غتبقاو تخدموا عليها دائما، يعني دائما غتنقصوا ديك المخيميره الاخرى. انا هنا غادي غنقطع العجينه ديالي، كيف كتشوفوا قلت لكم راه كتلصق ومرخوفه، انا كنفضلها كيف قلت لكم، واخا تتعذبني ولكن كيطلع فيها المخمر زوين وكيطلع خاوي من اللوز ديالو، ما كتحسوش ملصق، وكيجي حتى القشره كتجي مقرمله، يعني كيطيب مزيان. كنرش بالطحين وغادي نقطع. ما تنساوش البنات في الاخر تخلو جهد خبيزه، راه هي اللي غتولي الخميره ديالكم. هاد الطريقه الا ما خليتوش كتسموا انكم قطعتوا الخميره، الخميره ما خصكمش تقطعوها، الخميره البلديه، لان احنا راه مستعملينش هنا الفوريه، غير الخميره البلديه، البلديه دائما كتنقص من الخبز وكتبقى كتحطوها تخمر نهار الاخر، كتعجنوا عليها وكتعاودوا ثاني في النهايه كتحيدوا هذا قطيعه منها وكتخبوه، دائما غادي كتجددوها، يعني يوميا ما كتخلوش غير هذه وتهزوا منها، لا يوميا كتعجنوا عليها كامله وكتعاودوا تحيدوها في نهايه المطاف. انا هنايا غادي ندير واحد 4 الخبيزات، 4 المخيمرات، وغادي نقرصهم. راه قرصتهم نيت بالطحين ديال الشعير، صدقوني الا جربتوا هذه الطريقه راه غادي تنساو بانكم غادي تبقاو تجيكم شي حلاوه اخرى من غير انكم ديروا الشعير بالخميره البلديه وتعجنوه في الليل وتقرصوه وتخلوه حتى الصباح وقت اللي نطوا غادي تطيبوه. يعني هي راه ماشي بحال الخميره الفوريه، ما كتفضش لكم الخبز وخيبات الليل كامل، يعني راه ما تخافوش منه، غادي تصبح هي هذيك ما غاديش تطلع بزاف، ومتى غادي ديروها في المقله وتطلع ليها السخونيه عاده باش غادي تبدا تفيض. الطريقه راه غادي تعجب بزاف ديال السيدات الموظفات اللي كيخدموا وكيلقاو مشاكل انهم لا بغاو يعجنوا خاصهم ينوضوا مع الفجار. هاد الطريقه راه ساهله، غتعجنوا قبل ما تنعسوا وتقرصوها وتغطوها تدفوها والصباح تنوضوا تطيبوها. ودابا انا قرصتهم وغادي نحطهم في، غادي ندير لهم في الطاوه وغندير لهم واحد الزيف يكون نقي وغادي نغطيهم نخليهم حتى الصباح. كي كتشوفوا ها هما مقرصين، وكيف قلت لكم غادي نغطيهم نخليهم حتى الصباح. الحاجه اللي غديروا غادي تغطوهم بشي حاجه دافيه، يعني هما راه كيبغوا الدفا خصكم تدفوهم، ماشي تقولوا لا راه الا دفينا العجينه غادي تصبح لينا فايضه وخايبه، لا غير دفوها مزيان وخلوها حتى الصباح، راه ما غادي يجرى ليها والو، غادي تقلبوها الصباح غتلقاوها غتبان لكم بحالها عاديه طالعه غير واحد شوي، حتى غتبداو طيبوا فيها في المقله عاده باش غادي تطلع لكم وغادي تضاعف وغادي تجيكم هي هذه. انا هنا درت غير واحد المينطه، يعني ما كنستعملهاش ديال ولدي، طبعا راه خاصها تكون مصبنه ونقيه، غتغطوا وغتخلوه والصبح ان شاء الله نتلاقاو ونطيبو. صباح الخير عليكم. دابا غادي نشوفوها انتم الخبيزات، كيف قلت لكم راه الليل كامل هما مغطين ما طلعوش بزاف، هذاك الجهد ما فاضو ما خسر لهم حتى حاجه. دابا انا غادي نبدا نطيب فيهم، وراه انا دابا راه ما بديتهم حتى 8، يعني ما نطش ليهم بكري، كنت موالفه كنوض ليهم بكري نطيبهم، دابا ما طيبتهم حتى 8، يعني راه في الطياب راه وقت اللي طيبته، راه ما غاديش يجرى لكم ليهم شي حاجه صدقوني، ما غاديش تخسر ليهم شي حاجه. وسمحوا لي حيت انا جالسه في الكوزينه وكيكون ديرونجمون وداك الشارع فيه الطوموبيلات بزاف. انا دابا انتم كي شفتوا المخماره بدات كطلع فاضت واحد شوي، انا قلبتها كيف قلت لكم
طيبوه المخمار ديال الشعير، طيبوه على المهل، المهم البنات انا دابا راني كنطيب في هاد الخبيزات. واللي بغيت نقول لكم ان الخميره البلديه يعني راه دابا حاليا كاين الناس كيديروها غير بالخل، بالاخص بعض المحلات اللي كيبيعوا الخبز البلدي يعني البطبوط وداك الشيء، كيقول لك بان هذا راه فيه الخميره البلديه. لا انا ما تيديروش، الاغلبيه ماشي كلشي ما تيديروش الخميره البلديه، لان الخميره البلديه راك تاخذ لهم وقت باش غادي تطلع، فهما راه ما تيديروهاش، غالبا كيديروا غير الخل. والحاجه اللي بغا نقول لكم على المخمر او البطبوط ديال الزرع، راه كيبغي العافيه مهيله، لان هو راه ما تيطيبش دغيا، ما عكس المخمل اللي كنديرو بالفينو ولا بالطحين العادي، الشعير ما تيطلعش دغيا عاد باش كيتبعوا القمح في الدرجه الثانيه. لا عفوا، عاد باش كيتبعوا الذره عاد باش كيجي القمح، يعني اصعب واحد في الطياب ديالو راه هو الشعير. الشعير كياخد الوقت طويل باش كيطيب، باش ما كيتشيطش. يعني كاين دابا اللي كيرمي، اغلبيه الناس كيرموا وكيزيدوا النار، الخبزه تاع الشعير راه غير كتشيط من برا وكتبقى من الداخل ملصقه، كتحسها مذاقها ماشي بحال البغريره، ماشي في داك التخريج، كيبقى ملصق. والسبب شنو؟ السبب ان احنا كنزيدوا البوطه، كنجهدوها في الاول، كيشيط القشره تاعو من برا وكيبقى الداخل ديالو معجن. الشعير دائما كيبغي العافيه مهيله، والخبز البلدي راه معروف انه راه كيتعطل في الطياب ديالو، ماشي بحال البطبوطه اللي بالفينو اولا بالقمح العادي، راه كترميها دغيا كطيب. الشعير وكيف قلت لكم الذره راهم صعاب في الطياب تاعهم، كيبغوا المهل في الطياب باش كتطلع زوينه وكتطلع مقرمله، ما كتطلعش ملصقه، ومن كتبدا تاكلها كتحسها ما كدوش لك غير بزز. واللي بغيت نقول لكم هو راه هاد الشعير مزيان 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 بزاف. دابا ها هي كتشوفوا بقى لها غير هاد الوجه، الشعير راه مزيان يعني صحي، هو والقمح الكامل يعني راه وتلبشنا يعني الذره راها مزيانه وصحيه احسن من هاد الطحين، يعني راكم عارفين. وفيها الفائده يعني هاد راه ما غتخسروا والو، غتعجنوا واحد الخبيزات في الليل وغتخلوهم، لان الخميره البلديه الليل كامل كتبات الليل كامل ما كيجرى ليها حتى حاجه. وزياده على ذلك ان الخميره البلديه المزيان فيها انها ما كتفيض، يعني الخبز راه ما تيفيضش، الخبز ما يصبحش ليكم فايض، يعني راه بالنسبه للسيدات اللي خدامين تعجن في الليل وغادي تنوض مع الصبح بكري، مثلا كتنوض مع الفجر، غادي تنوض مع الفجر طيب الخبيزات ديالها وتفطر بخبيز صحي، هذا باش غادي تمشي لخدمتها. يعني ماشي بحال الخميره الفوريه، يعني الا مشينا الخميره الفوريه الا مشينا تعجننا بها وما نقدروش نخلوها في الليل كامل، غادي تصبح فايضه وخانزه. دابا انا رميت المخيميره الثانيه ديالي، انا راني مغلبه هنا الشعير كي كتشوفوا، راني دايره الشعير اكثر من الفورص باش كيجي حرش وزوين وكيجي في نفس الوقت صحي. كيف قلت لكم النصيحه الثانيه اللي نبغى نعطيكم البنات هي الخبز ديال الشعير، ملي كنجي نبغوا نعجنوا العجينه راه ما كنديروش لها الماء سخون، يكون بزاف سخون، خاص الماء يكون دافي، لان الماء سخون الا دار مع الشعير كيخليه بحال شنو نقول، كيخليه معلق، كيخليه بحال فيه شي حاجه، بحال اش كنقول احنا بحال داك الزميطه اللي كنديرو كناكلو بحال هكاك، يعني كيتجمع على بعضياته ما كيجيش زوين نهائيا. لذلك ديروا الماء دافي، ماشي دافي قريب البروديه، ولكن الماء دافي المعتاد اللي ما كتكونش فيه السخونيه،
وكتعجنوا وصافي. الصبح كتبداو كطيبوا في الخبيزات ديالكم. بالنسبه كاين الاخوات اللي غيبغيو يعجنوا بها الخبز اللي كيمشي للفران او الخبز ديال الفران، هادوك هالطريقه تعيبات في الليل ويمشي للفران ما غاديش تليق، غادي كتليق البطبوط يعني المخمر فقط. اللي بغات انت كي كتشوفوا هو كيبدا يطلع، راه الخميره البلديه واخا تبات الليل كامل ما كتبانش لكم، طلعتي كديروها في المقله يعني راه ما تخافوش منه، غتكونوا مرتاحين مع هالطريقه. تعجنوا في الليل والصبح طيبوا، لان اغلبيه الناس اغلبيه السيدات كيبغوا يفطروا بالمخمار مع الصبح، ولكن المشكل اللي عندهم ان الا بغات دير المخمار مع الصبح راه خصها تنوض ليه بكري باش تعجنوا وتسناه تيطلع على خاطرو عاد باش طيبوا. هالطريقه قبل ما تناسي يعني كتسالي شقاك مثلا مع ال11 او مع اللحظه الاخيره اللي كتسالي فيها شقاك، غتعجني هاد الخبيزات وغادي تقرصيهم وغادي تدفيهم وتخليهم وتمشي تنعسي. والصباح صباح وقت اللي نطي انا يعني عاده بعض المرات كنوض ليهم مع الفجر، ولكن اليوم ما نطش. هانت كتشوفوا هاو فاض ما نطش ليهم مع الفجر، نط ليهم حتى 8 وموقع الخبز والو، وغادي نطيبو وغادي يجي واداك وزوين. وكيف قلت لكم ها انتم راه ما كيجيش مشيط، راه كيجي محمر ماشي مشيط. الخبز ما خصوش يكون مشيط حيت المخمر اللي كنشرو من الزنقه اولا كيديروا بعض السيدات لانهم ما كيعرفوش الطريقه اللي كيطيب بها الشعير، يعني كطيب لا من هذا الوجه ومن هذا الوجه وكتبان فيها الحراق، كتكون محرقه ماشي محمره، والقشره تاعها كتكون رطبه. هو راه القشره ديالو خصها تكون مقرمله باش ملي كيدهن بالزيت اولا بالزبده اولا باي حاجه راه كتاكل وكتحس بواحد اللذه. مستحيل ان الخبز يعني كيف كنقول الباريزيان او الخبز تاع المخبازات غادي يعوض هذيك هاد اللحظه، يعني راه تاريخيه ملي تكون تاكل في المخمر ديال الشعير اولا تاع القمح الكامل ويكون طيب بهذه الطريقه مقرمل وبالخميره البلديه. راه هادو هو اللي كنعرفهم انا المغربيين الاحرار. كيف كتشوفوا دابا انا كنهضر معاكم وهانتم الخبز راه باقا كطيب على مالها وناقصه عليها. انا مشيت نقصو بزاف يعني كتنقصو الجهد اللي ما تشيطش، كتحموا المقله في الاول عاد باش كتنقصو كتبداو كطيبوا، كتاخد على راحتك تبدا تحمر بشوي شوي ماشي كيشيط الوجه ديالها وكيولي كحل. هذاك راه ماشي مخمر، هذاك راه ولا سميتو حاجه اخرى، يعني راه نساو بانك كتاكلوا شي حاجه صحيين، ان الحراق ما خصناش ناكلوا الحاجه المحروقه لانها راه من يعني راه من كتدخل حتى هي من مسببات بعض الامراض، يعني الحاجه اللي كطيب حتى كتولي فيها التحراق راه ما كتبقاش صحيه ولا فائده منها. وكيف قلت لكم الخميره البلديه راه ما تخافوش منها راه صحيه، يعني هذاك التخمرات راه تخمرات طبيعيه كينتج عن اللبن حامض والطحين ديال الزرع او الطحين ديال هذا الطحين ديال القمح. دابا كنتسناها طيب على مهلها، ومهم غادي نجي نكمل معاكم من بعد ما غادي نطيب الخبيزات كاملين غنرجع عندكم. ها انتم اللي بغيت نوريكم ها هي شتي الخميره كتبدا كتنفخ هكا تشوفوا بي. اي دابا كتبون بين راسها وكاش كتشوفوها، وفي الاخر غادي نوريكم كيف كيجي من الداخل ديالو، راه كيجي مخرق يعني ما كيجيش مزمط ولاصق في بعضياته بحال الزميطه اللي كناكلو ديال الشعير. كيف كتشوفوا المخيميرات ها هما واجدين، دابا تقدروا ترافقوهم بالزيت ولا الزيتون ولا باش ما عجبكم، ولا تروحوهم تدهنوهم بواحد شويه ليدام اولا الزبده البلديه اولا الزيت البلديه راه كيجوا هائلين. انا غادي نوريكم دابا انت راه كيجوا مقرمشين وكيجوا محمرين ماشي محروقين، كيجي الوسط ديالهم خاوي وبحال الشهده، يعني ملي كتاكلوهم راه كتحسوا بهم خفاف. وفي النهايه كنتمنى انه اللي عجبو هذا الفيديو يبارطاجيه وديروا لي جيم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس وخلوا لي كومونتير باش تشجعوني، وشكرا لكم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو المره الجايه في شي وصفه اخرى، والى اللقاء.